ايوه وصلنا للفقرة التربوية النفسية وموضوع مهم جدا كل الامهات يا ليلى. تماما يا رشا، عالم الطفل والطفولة والطفل العنيد، كل بيت في طفل عنيد، ما بيخلى بيت من طفل العنيد، وهي معاناة كبيرة بتشكل للأهل وبشكل عام للأمهات، لأنه الأم دائما هي الموجودة مع الطفل بالبيت، بيكون هو ممكن الطفل يكون عنيد من الأساس، أو ممكن في شغلات أو أسباب هي أدت له هي العناد، بيكون عنيد بكل شيء، بلبسه، بأكله، بشربه، بده يعمل اللي براسه. هون كيف بدنا نتبع معه الأساليب الصحيحة، كيف لازم نتعامل معه لحتى نخفف من هذا العناد، أمور كتير رح نحكي عنها اليوم بفقرتنا مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو يارا أحمد، اختصاصية تربية وأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يارا، كيفك؟ يعني احنا اليوم عم نحكي عن موضوع خلينا نقول هو عدواني سلبي، يعني انا كان لازم اجيب لك بنتي اليوم لنطبق عليها نظري وعملي لتعرفي انه ما في خطوات عمليه. خطوات عمليه تمام. خلينا هيك بداية نعرف بهي النزعة العدوانية. هلا بعلم النفس بيقولوا احيانا بتكون نزعة عدوانية عند الطفل والى اسباب كثير، قبل ما نروح لهي خلينا نعرف بشكل عام عن الموضوع نعطي لمحة. تمام. هلا اول شغله، انت كنتي عم تحكي عن بنتك، بس سؤال، انت عدوانيه؟ انه انت عنيده؟ شو يعني عدوانيه؟ هلا عدوانيه هو وقت انت مثلا بتقوم بالضرب تجاه الطفل، ان الطفل بيضربك، بيقوم مثلا بالفاظ جسديه او لفظيه، يعني مثلا بيتهجم عليكي، بيقول مثلا عليكي الفاظ نابيه، بيضربك. لا لا ما في شوي ضرب، ما في ضرب، بس انه هي يعني اكيد احنا ما بدنا نشخص القصه يعني، ولكن بتحسي في طفل يعني من اول ما بيوعى هو حدا هيك خلق هيك، ما بتعرفي ليه يعني. تمام. فهذا المثال موجود عندي انا. فنحن دائما بنرجع للاهل، على الجينات، مو للجينات بس، لانه انت عم تقومي بشغلات قدام الطفل، عم تقومي بسلوكيات قدام الطفل، فهي السلوكيات عم ياخذها منك يعني. فخلينا اول شيء نعرف الطفل العنيد. الطفل العنيد هو الطفل اللي هو بيرفض اي شيء نحن بنقوله، دائما بيقول بيعبر بعبارات جسديه او عبارات لفظيه عن الشغلات اللي نحن بنطلبها منه. تمام. لكن خلينا اول شيء نرجع، هل دائما هل العناد هو مرحله طبيعيه؟ طبعا العناد هو مرحله طبيعيه وضروريه للطفل. كلنا بنمر بمرحله عناد، لكن هي مرحله العناد في عندنا شغلتين، في عندنا عناد طبيعي، في عندنا العناد المشتت. العناد الطبيعي هو العناد اللي بيجي عند الطفل بمرحله بعمر السنتين. الطفل في وقت اللي بيكون جنين هو بكل شيء بيكون ملتصق بالام، تمام؟ بياخذ غذائه من الام، بيتطور خلال رحم الام بعد ما بيولد، بياخذ غذائه تماما من قبل الام، فهون الطفل بيضل ملتصق بالام. طب هون الانا تبعه بده ينفصل عن انا الام، فهون الطفل بعمر السنتين بيكون هو تماما بيكون هو ببلش بمرحله الانفصال عند الام، وهو مرحله طبيعيه. نحن هون بنحط عنده خطين، مرحله طبيعيه ببلش هون يقول لا، بكون بده يكون شخصيه استقلاليه، هاد كائن بده ينتقل لمرحله الاستقلاليه، انه بده يكون قراراته، فهون نحن بنعتبره مرحله ضروريه وطبيعيه. نحن بنخاف وقت الطفل ما بيكون ما بيظهر عنده العناد، العناد الطبيعي. هون بننتقل لمرحله، هون نحن ببلش شغلنا نحن هون الاهالي، اذا هون كان الطفل ظهرت عنده مرحله العناد، في نحن عندنا طريقتين، اما نحن نتعامل مع الموضوع بطريقه صحيحه وتربويه، فهون بينشا عندنا طفل سوي نفسيا، او نحن هون بنشتغل مع الطفل او بصير عند الطفل بننتقل لمرحله مثلا ننزل لمستوى الطفل، بنصير نحن بنعانده اكثر، بنستخدم معه اسلوب قاسي وعنيد، بنرفض قراراته، فهون الطفل حينشا عندنا شخصيتين، اما الطفل حينشا عندنا طفل عدواني عنيد عصبي، هذا الطفل راح ينتقل وقت اللي بيكبر لمرحله الانتقام، بيظهر عنا سلوكيات مثل مص الاصبع، بيظهر عنا قضم الاظافر، هون راح تنشا عنا شخصيه عدوانيه بتظهر بعدين بتساوي عنا مثلا سلوكيات مثل ما بيقولوا شاذه، او بيظهر عنا طفل هو الطفل اللي بيصير عنده عدم ثقه بالنفس، الطفل هذا حيصير عنا مشاكل، بتلاقي انه هو عنده عدم ثقه بالنفس، هذا الطفل عنده غير عدم ثقه بالنفس، بيكون عندنا الطفل مثل بيقولوا ضعيف الشخصيه. تمام. فنحن هون رح يظهر عندنا شخصيتين بالتعامل الغلط مع هذا الطفل. اوكي تمام تمام. قبل ما نتوسع بالاساليب التعامل مع الطفل العنيد، خلينا نرجع نركز على الاسباب. الاسباب الاساسيه، ناس بتقول انه الدلال الزايد هو اللي بيخلي الطفل يصير عنيد، واليوم باي مرحله الطفل ممكن يكون عنيد؟ دللتي اولادك ليلى؟ أكيد أكيد. هذا الشيء ما أثر عليك بشكل؟ أكيد بيأثر، لهيك أنا عم بسأل، أنه الدلال هو له دور، لأنه دائما الغالب والشائع عند الناس كلها بيقولوا لك أنه دلال الطفل
هو اللي بيخليه يصير عنيد، بيصير ما بيسمع الكلمة. يعني أنت هون من تجربة شخصية نحن عم نحكي اليوم أنه دلال كان له هو كان سبب من أسباب. أنت شو رأيك بهذا الشيء؟ هلأ أنا أي بس أحيانا بحس أنه الدلال من طرف واحد كمان هو مشكلة، أنه الأب يدلل الأم تكون قاسية أو بالعكس، هذا الشيء كمان بيأثر بشكل كتير سلبي على الطفل. صحيح. فالمشكلة أنه كيف بدك تقدري تقنعي الطرف الآخر والبيت أنه أنت تتعاملي صح؟ يمكن لازم يكون التعامل بين الأب والأم متساوي، دائما الأب يدلل أكثر لأنه هو بيكون برا البيت. إذا بنوتة يعني حسب تجارب شخصية، هلا البنت الناس بتقلك إنه البنت حبيبة أبوها، فبتطلع نحن ما بدنا نقول شوي متمردة يعني أحيانا متمردة، حتى بتحسي إنها بتاكل حق أخويا. مع إنه الشائع بيقولوا لك الصبي اللي بيكون عنيد، أنت اليوم لا هي المعلومة حسب المعاملة، بس يمكن نفسيا بتنزعج بتزعج الطرف الآخر بالبيت. يعني فكنا نحن عم نحكي عن الدلال أو الأساليب أو الأسباب اللي بتخلي الطفل اليوم يارا أنه يكون عنيد. بس على الدلال وهذا الشيء ما له دائما صحيح. هلأ شوفي نحن عم نحكي عن تجارب شخصية. هلأ الدلال وعدم ثبات التربية بدك تركزي على هذا الموضوع. نحن أحيانا بنقوم بسلوكيات حسب مزاجنا. يعني انت عم تكوني رايقه، فانت طفلك بتعامليه بيعمل هذا السلوك بلحظه اللي انت بتكوني رايقه، فانت هون بتسامحي وبتراضي فما في مشكله. وقت اللي بتكوني انت مانك رايقه فانت لا بتقومي بسلوك انت بتعيطي عليه وبتصرخي عليه. فهون نحن عدم ثبات التربيه هو اللي بيؤدي لهذا الموضوع. وقت اللي انا بدي ادلل له وامن له كل شيء بده، هون ابني ما حيكون شخص عنيد. وقت اللي انا ممكن وصل لمرحله انا ما فيني امن لك. في فرق بين الدلال، في فرق بين الدلال وتلبيه احتياجات ابنك، وفي نحن في عندنا حد بيقول شعره بين الشيء الطبيعي والشيء ما له طبيعي. انت ابنك لازم يتعود على انه نحن تلبي له رغباته بس ضمن الحد المتاح. يعني انت مثلا مو كل شيء بده اياه. هلا مثلا كثير بتجيني استشارات، كنا ماشيين بالطريق فابني بده يشتري، انا مثلا عطيته انه شيء باليوم انه هو ياكل مثلا هذا الحد المعين، فهو صرخ عيط عمل تصرفات معينه، فانت طريقه رجع لك راسك اشتريتي له. اوكي طب هون صار في عندنا عدم ثبات بالتربيه بامور التربيه. فانت اول شغله هذا بيمشي بنمشي نحن بالتدرج، انه نحن متعودين ابننا على قطعه مثلا شوكولا معينه باليوم، ممنوع يخرج خارج هذا الحد. تمام هذا الموضوع بعرف انه هو كثير صعب، بس انت اذا رجعتي لحالك حترجعي بتصرفاتك لورا، حتلاقي انه هو كل ما عيط مشان تريحي راسك فانت بتقوم بتعطيه الشيء اللي هو بده اياه. تمام فانت هون تعود الطفل انه هو كل ما يعني استغل نقاط ضعفك، انه انت مشان تريحي راسك متعود بس ابكي لي شوي صرخ شوي مشان ما احب بحرج ماما قدام العالم، فهي بتجيب لي الشيء اللي بدي اياه. احنا ما بيحرجوك غير قدام العالم يعني هو هون المشكله. فهو عرف نقاط ضعفك، بس انت وقت اللي بلاقيكي انه انت ثابته على هذا الموضوع حتى انت لو صرخت وعيطت، واهم شيء انه انت ما يهمك راي العالم اللي حواليك، يهمك انه انت ابنك بدك تتصرفي معه بطريقه صحيحه، انه خلص هو عيط صرخ انه لا خلص انت حتى لو صرخت عيطت انا ما رح روح للاسلوب اللي انت بدك اياه، لا انا هون رح استخدم الطريقه اللي انا خلص انه انا في عندك قطعه معينه شوكولا معينه خلص انه انت هات حدك شو ما عملت انا ما رح يعني ما رح روح للشيء اللي انت بدك اياه. فهون الطفل ما رح على فكره ما رح يعمل هذا السلوك مره ثانيه، بس يعرف انه انت ما رح يعني ما رح تعمل الشيء اللي بده اياه حتى لو انه استغل نقاط ضعفك، لا ما رح يعمل هذا السلوك مره ثانيه. جربيها تجربه اكيد. قلت لك جيتك بكل السبل. طبعا هذا الشيء ما بيجي بطريقه مثلا مباشره، ما انه مثلا انا فورا بدي اروح على هذا الطريق، هذا بيجي بالتدرج. احيانا بصير يارا انه انت اليوم بتقسي على هذا الطفل بتحطي له حد لتصرفاتي، ثاني يوم انت بيكون مزاجك غير، عندك وضع ثاني، فانت بتسهلي او بترجعي بتصعبي، فهذا الولد صار عنده خلل ما بقى يعرف انه انت هلا معصبه او انت رضيانه، قادر يستغلك او مو قادر يستغلك. هاي عم بحكي على موضوع الثبات بامور التربيه. هلا على فكره نحن يمكن الضغوط اللي نحن متعرضه نحن كإناث او الرجال، فانه ضغوط الحياه هي بتجبرك احيانا انت ما تتصرفي مع ابنك بطريقه صحيحه. يعني انت احيانا عم بيكون عندك يعني 100 شغله باليوم بدك تساويها، فانت ضمن هدول الشغلات عم تكوني انت في ضغوط بالحياه، فابنك اذا عمل اي شغله او قال لك لا فانت عم تروحي فورا للصراخ للعياط. حلقه الاضعف دائما حلقه الاضعف. ممكن نعتبر انه انت عم تفشي خلقك بابنك. صحيح. مع انه هذا الشيء كثير غلط، لكن نحن احيانا بدنا ننظم امورنا بطريقه، بدنا نتعامل مع ابننا انه هو مانو شخص او كائن لحتى انت تفشي غضبك فيه. تمام. فهون اللي برجع بركز على نحن المسؤولين عن تربيه ابنائنا. نحن المسؤولين عن اي على نحن بشكل عام. خلينا نقول انه اولادنا بياخذوا السلوكيات منا، يعني نحن بنخلق بمشاعر كامله، لكن الشغلات اللي نحن بنعند عليها او الشغلات اللي نحن بنخاف منها او بنعصب منها هي الشغلات المكتسبه. فابنك انه اذا وقت اللي بيعمل تصرف معين انت عرفي بشكل او باخر انه انت السبب.
انت السبب، انت اللي عم تتصرفي مع ابنك بطريقه خاطئه. ليش ما هو السبب؟ لانه الطفل عباره عن عجينه انت بتشكليها. صحيح. يعني نحن ممكن بنشوف انه ابنك عمل هذا التصرف، بس نحن لازم نرجع شو هو الشيء اللي خلى ابني يوصل لهالمرحله. رجعي بتراتبيه معينه لخلفيه الشيء اللي انت بدك اياه. فانه مثلا شو السلوك، عناد، عصبيه، عدوانيه الى اخره. فانت بتلاقي انه انت سبب بهذا الموضوع، انت طريقه تعاملك الخاطئه، انت مثلا وين غلطتي، وين هلا نحن وقت لما نرجع للمشكله لازم نرجع لجذر المشكله. فنحن لازم نسال حالنا خمسه لماذا، انه انا طب ابني عمل هذا التصرف ليش؟ لانه هو مثلا بده شوكولا، طب ليش بده شوكولا؟ انا ماني معودته من زمان انه بده هذا التصرف. فانت بتسالي حالك اسئله معينه لحتى توصلي لجذر المشكله، انه انت عم تتعاملي بطريقه معينه خاطئه في مشكله، في ثغره معينه لحتى انت وصلاني لهي المرحله مشكله العناد. يعني يارا فينا نقول انه البيئه المحيطه بالطفل، العائله، الاطفال اللي بيلعب معهم، هم ممكن اللي ياثروا كثير على شخصيته وعلى طباعه. نحن بناخذ سلوكياتنا من الاشخاص المحيطين فينا. يعني انت بشكل او باخر عاشه ضمن وسط، فانت عقلك الباطن عم يخزن هي السلوكيات، وبترجعي انت بعدين بتطلعي انه هي السلوكيات بتطلع. فنحن اذا تعاملنا مع اطفال عنيدين، اذا شفنا حتى برامج التلفزيونيه اللي هي بتكون عم تشجع كثير على العدوانيه، على الضرب، على اطفال عنيدين، فبتلاقي انت هي الطفل عم تتخزن جوات دماغه وعم يطلع الطفل بعدين. صحيح. طيب خلينا نروح هيك نستغل الوقت اللي ما بنقول رحله علاج، انه نحن شلون قادرين نتعامل مع هذا الطفل نفسيا بتصرفاتنا، وإيمت ممكن إنه إحنا نقول لا إحنا بحاجة لمساعدة مع أخصائي نفسي يعني. تمام. هلا انت بحاجه لاخصائي نفسي احيانا وقت انت بتكوني بدك ارشاد انت كيف تتعاملي بطريقه صحيحه. نحن دائما بحاجه لمساعده بامور التربيه. نحن دائما لازم تستشيري اخصائي لحتى تعرفي انت شو الاغلاط اللي عم تقومي فيها. لكن اذا نحن بدنا نعطي خطوات عمليه لحتى تعالجي ابنك، يعني بدنا نبعد شوي عن نظري. تمام. خلينا نرجع للشيء، النصيحه الاولى انه نحن نحاول نوصل لجذر المشكله. يعني انت عرفتي ابنك انه عم يمر بالمرحله الطبيعيه، يعني هذا عناد طبيعي، فانت لازم هون في عنا اسلوب خاص بالتعامل. اذا لقيتي انه ابنك صار تخطى هي المرحله وصار ابنك عم يروح لمرحله العناد اللي هي عم تصبح انه مشكله بحد ذاتها، لا هون لازم روح للاخصائي النفسي. لكن اول شيء نحن نفهم المشكله، فهم اسبابها لهي المشكله. يعني نحن وقت لما نوصل للسبب نحن خلص نحن وصلنا للعلاج. النصيحه الثانيه انه انت ابنك تستخدم المديح معه. يعني نحن دائما انه انت عنيد، انت عنيد، انت عنيد، انت عم تسمع كلمتي، فهون عقل الباطن عم يخزن هي الكلمه وعم تصبح سلوك عنده. تثبت المعلومه عنده. عم تثبت المعلومه عنده، فانت بتبعده عن الالفاظ السلبيه واستخدم الممدح، يعني الممدح الطفل بشكل اكثر. فانت وقت بتستخدمي انه مثلا انت شاطر، هلا احنا كثير هذا الاسلوب بنستخدمه. انت وقت مثلا بتلاقي الطفل هاد انه هو صار عنيد، مثلا انت مثلا قولي له انت شاطر، انت حلو، انت بتسمع الكلمه، فانت بتلاقي الطفل تماما مشي بالطريقه اللي انت بدك اياها. النقطه الثالثه انه نحن الطفل هاد مثلا انه مثلا عصب كثير، هو مثلا وصل لحد معين انه هو صار يصرخ ويعيط، نحن مو هون لازم نحن مثلا نستخدم اسلوب معين انه نمنعه عن الشيء اللي هو بده اياه. نحن هون ممكن نلجا للحنيه اكثر. يعني احنا من احد الحالات في عنا طفل كل ما اجى على الجمعيه هو عم يبكي كل يوم الصبح، عم يعند يبكي يبكي يبكي. فوقت نحن عم نحضنه تمام هون عم يخف البكاء عنده، فنحن ممكن بعض احيان نلجا للحنيه اذا لقينا هذا الطفل انه هو لجا لسلوك معين او يعني خارج الحد الطبيعي. تمام. النصيحة الأخيرة أنه نحن ما نستخدم كلمة لا مع الطفل. يعني نحن متعودين أنه لا لا تعمل هيك، لا لا ما تعمل هيك. ممكن أنت تستخدمي خيارات للطفل. يعني مثلا إذا ابنك بده يلبس البيجامة أو بده يعمل شغلة معينة أنت بدك إياه ينام تمام، أو بده يعمل سلوك معين، دائما استعمل الخيارات مع الطفل. أنه أنت هلا بدك تفرشي أسنانك ولا مثلا تلبس البيجامة، فهون الطفل طالما أنت عطيتيه حرية التعبير خيارات خيارات، فهون بقل سلوك العناد عنده وبتمشي أنت مثل ما بدك. فهي الحل عنا بالنهاية على فكره. يعني انت مو مشكلتك بالطفل بحد ذاته، ما مشكلتك انت بتعاملك انت مع هذا الطفل. فنحن كمان بنصح الامهات انه انت دائما عصبيتك ومزاجك انت تحاولي تروقي حالك، تحاولي انه انت تفضي المخزون الطاقه السلبيه الموجود عندك بعدين تتعاملي معه. طيب يا رب، احيانا الطفل بيكون عمره 6 أو 7 سنوات، هو طفل جدا عنيد، اليوم قادره الام تصلح بعد هذا العمر؟ تمام، قادره ام تصلح اذا تعاملت بس يكون في يعني مساعده ثنائيه خلينا نقول بالبيت، يعني من الطرفين يعني. تمام. لانه دائما حدا عم يفشل حدا يعني. هلا رح اقول لك شغله، الطفل انت بيعند او مين بيعند معه اكثر؟ بيعند مع الشخص اللي هو بيكون مسؤول عن منه عن التربيه. يعني شوفي بيقولوا لك امهات كثير انه انا ابني ما نوع عنيد مع ابوه بس عنيد معي. لانه اصلا العناد امتى بيصير؟ العناد انه الطفل بده يكون شخصيه مستقله عن شخصيه الام.
تمام. يعني هو مو عنيد مع الشخص اللي بيدلله؟ لا، هو عنيد مع المسؤول معه على التربيه. يعني شو القاسي؟ لا مو القاسي، هو الشخص احيانا بيكون في قسوه، في تعنيف بيكون ايضا. انت وزوجك مثلا مين بيكون مسؤول عن التربيه، انت ولا زوجك؟ انا. تمام. فهو رح يعند انه رح تعند بنتك او ابنك معك اكثر من زوجك. ولاحظي هذا الموضوع، لان يعني هو اصلا بده ينفصل عنك، هو انت مسؤوله عن التربيه الكامله عنه، فهو دائما بيكون عنيد معك مو عنيد مع ابوه. وراقبي هذا الموضوع. صحيح. ذكرتي يا عرب من شوي انه ما بصير نقول لا للطفل، ما نتبع معه اسلوب لا. لكن باي عمر اليوم في اطفال ما بتقبل، او مثلا خليني اقول لك انه ممكن يعمل تصرفات اجباري عنك بدك تقولي له لا. اطفال بتبلش بالروضه او بصف الاول، خليني ابسط لك اياها، رايح على روضه او على مدرسه برد ما بتلبس جاكيت، فيك تقولي له ايه انه مثل ما بدك. هاي معاناتك اليوم، هي يعني كثير اطفال يعني. طب سؤال هلا، نحن اذا مثلا ما لبس الجاكيت تمام، ليش ما بنحاول نخلي الطفل انه هو ياخذ نتيجه الشغلة اللي هو عملها؟ يعني انت مثلا هو قال لك لا تمام، ممكن انت مرة تنتين ثلاثة هو ما لبس الجاكيت، طب هو راح على المدرسة سؤال برد تمام، فهو اذا طب بس يرجع على البيت ما راح اليوم الثاني ياخذ الجاكيت؟ حاولت بيعند على لون جاكيت معين يعني ما بده يلبس طيب غيره. طيب انه ما بده يلبس غيره لانه هو مثلا بيحب هذا اللون، انت ليش عم تفرضي عليه رايك بنوع جاكيت ثاني؟ لانه هي ما بتدفي، هديك بتدفي. طيب كمان الام. طب سؤال بس، انت ليش من وقت اشتريتيهم بتعرفي انه بدك بحب هي الجاكيت؟ هي ربيعيه شتويه بس هو ما. تماما تماما. طيب انت وقت اللي بتقيميها من قدام وبتضبيها، خلينا نعتبر انه انت قمتيها وضبيتيها. هي انا اللي عم اقول لك هدول، يعني انا بسمع كثير من الامهات انه كثير عنيدين بالثياب، كثير بدهم يلبسوا على ذوقهم، كثير عم يختاروا. طيب انت ليش ما اعطيتيه مساحه الحريه بانتقاء ثيابه مثلا؟ انت وقت اللي بتروحي تشتري ثياب ليش ما بتعطيه الحريه انه هو يختار ثيابه؟ هو وقت اللي بيختارهم فهو حيختار الشيء اللي هو يلبسه بحبه. تمام تماما. خلينا نحكي شوي بظل يعني التكنولوجيا، ذكرتي من شوي انه ممكن برامج يحضرها الطفل تاثر عليه تشكله شخصيه عدوانيه، لكن هاليوم في برامج ممكن تشكله شخصيه ايجابيه يكون هذا الطفل يخفف من العناد تبعه. تمام. هلا شوفي نحن بنرجع لاختيارنا، هلا نحن كثير امهات بيتركوا الموبايل مع الطفل بدون مراقبه، لو انت راقبتي الشغلات اللي عم يتفرج عليها ابنك واخترتي البرامج اللي هي فعلا بتنمي من شخصيه ابنك وبتنمي دماغه، فانت ما راح تتعرضي لهيك شغلات. مظبوط. يعني نحن وقت اللي بنروح، لا نحن وقت اللي بنكون في من ضمن مراقبه لنا، بيكون في مراقبه للطفل للشغلات اللي عم بتفرج للطفل، فانت ما رح تتعرضي اطلاقا لهدول الشغلات. بس نحن اليوم قدام جيل ذكي جدا، تكنولوجيا اخذت مساحه كثير من حياته وعم يتعلم من الشيء اللي عم يشوفه وعم يطبق عم يقلد اليوم يعني، فالتعامل جدا حيكون حذر بهي النقطه كثير صراحة كتير. يعني أنا كتير عم شوف أطفال هني عم ياخدوا يعني أي شغلة عم تصير فورا عم يحللوها، عم يروحوا بتفكيره لشغلات تانية، فأنت بدك تكوني دقيقة وحاولي اعملي صراحة بينك وبين ابنك لحتى هو شو ما شاف يجي يقلك. خصوصا خلينا نروح مو بس للشغلات اللي بتعمل عنف، للشغلات اللي للناحية الجنسية مثلا، انتو دائما تكون مراقبة للطفل، يكون في حوار دائم، تراقب البرامج اللي هو عم يتابعها. فأنا برجع دائما للأم انه انت تراقبي ابنك. فصراحة نحن هون عند الحلقة المفرغة. شكرا حضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرتي، ان شاء الله اليوم هيك نكون استفدنا كلياتنا اليوم من بصراحة قد ما حكينا على العناد لسه بنحكي اكثر واكثر. يعني كل استشارة بصراحة بتجيني بيكون إلى بدها خطة علاجية خاصة فيها، فكل حالة إلى خطة علاجية مختصة فيها. صحيح. اكيد يا ربنا نتشكرك على المعلومات، وان شاء الله كل الامهات اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا. واكيد هذا الموضوع كثير كبير بينحكى فيه كثير حسب عمر الطفل طبعاً. وحسب طريقه اتباع الاساليب الاهالي معه. بدنا نتشكرك كثير لحضورك معنا.